السلام عليكم ورحمة الله شبابنا الأبطال، وأهلا ومرحبا بكم في محاضرة الهايبرتينشن اللي هي ارتفاع ضغط الدم. شبابنا الأبطال، الهايبرتينشن وكل محاضرات الباطنية اللي راح ناخذهن راح نعتمد بيهن بشكل أساسي على كتاب دافيدسون برينسيبل اوف انترنال ميديسين. ممكن نضيف شوية من كتاب هاريسون، من كتاب مكساب، من كتاب سيسايل، ولكن بشكل أساسي كتاب دافيدسون هو راح يكون المصدر الأساسي مالتنا، واللي هو الكتاب المعتمد بالعراق والوطن العربي. شباب، كل مرض راح ناخذه بالباطنية راح ناخذ خطة ثابتة حتى ندرسه بيها، لأن مادة الباطنية مادة متشعبة، لازم تخلي ببالك قواعد ثابتة من تدرسها حتى تكون سهلة عليك. كل مرض راح ناخذه بالباطنية راح ناخذ بيه 6 أشياء رئيسية. أول شيء definition، يعني شنو معناه التعريف مالته، والcauses، sign and symptom، diagnosis وtreatment، وآخر شيء types أو complication أو ملاحظة معينة. فإذا definition، cause، sign and symptom، diagnosis، treatment، وملاحظة أخيرة. نجي للhypertension اللي هو ارتفاع ضغط الدم. خلينا نبتدي بالبداية، وشنو معنى كلمة ارتفاع ضغط الدم؟ هايبر يعني زيادة، وتنشن يعني الضغط، يعني ارتفاع الضغط. اوكي، بس ليش دا يرتفع عندي هنا هذا الضغط؟ نجي شباب نرسم هذا الوعاء الدموي، هذا البلد فيسل مالتي، الوعاء الدموي طبيعي، واكو بالنص شنو؟ واكو بالنص عندي بلد، هذا وياك هنا هذا البلد. هنا ايش قد هذا البلد دا يسلط ضغط على جدران هذه الاوعية الدموية، هو هذا ضغط الدم. فمن هذا الدم يقوم يسلط ضغط زايد على جدران هاي الأوعية الدموية، أسميه hypertension، ارتفاع بضغط الدم. الضغط اللي دا سلط هاي الجزيئات على الأوعية الدموية صار هواية زين، وبالتالي شو راح يصير؟ تقولوا ولا هاي الجزيئات تقوم تسلط ضغط هواية هنا، هذا الوعاء الدموي حتى يقاوم هاي الضغط العالي شو راح يسوي؟ راح يتصلب، يزود العدد الطبقات اللي موجودة مالته زين، يسويهن بدل الواحد 5، وهنا يقوم شنو؟ يقوم يتصلب الشريان. من تصلب هذا الشريان قلت المساحة، ضيق الشريان نفسه، صار عندك أثيرو سكلروسيس، تصلب بالشرايين. واضح؟ طيب هذا معنى كلمة هايبرتينشن زين. شنو اللي يخلي الدم يسلط ضغط هواية على جدران هذه الأوعية الدموية؟ هنا يا شباب تعرفون انه الدم مالتنا مين جاي؟ جاي كله من الهارت مالتنا، صح؟ هذا الهارت وده يعطي بلد فيسل، وعاء دموي، هذا وياه هنا ده يعطي وعاء دموي. المشكلة بزيادة الضغط لو تكون بالقلب، لو تكون بالوعاء الدموي، ولهذا المعادله مال الهارت البلد بريشر تقول البلد بريشر يساوي كارديك اوتبوت اللي هو هذا في التوتال بالريفرال ريزيستنس، المقاومه المحيطيه اللي هي هاي. فاذا انا من القى الضغط مرتفع عندي مشكلتين، لو مشكله عندي بالهارت بالكارديك اوتبوت هاي واحد زين، هاي المشكلة. لو لا والله المشكلة بالأوعية الدموية اللي هي التوتال بالريفرال ريزيستنس. هاي شباب مقدمة حتى مجرد نفتهم شنو يعني هايبرتينشن وشنو يعني ضغط الدم. طيب هسه نجي أول شغلة الديفينيشن الأكاديمي، التعريف الأكاديمي لارتفاع ضغط الدم. يعني شنو هايبرتينشن بالطب بالكتب؟ يقول الهايبرتينشن هو ارتفاع ضغط الدم أكثر من 140 على 90. أجي هنا أسئلة أقول بلا زحمة عليك، عود ليش يعني أنت تسمي لي الهايبرتينشن، تقول الهايبرتينشن يساوي البلد بريشر من يكون أكثر من 140 على 90 مليمول أوف ميركوري؟ على أي أساس اختارت هذا الرقم؟ أسأل الـ WHO والـ BHS اللي هن ذن المنظمات اللي هن متحكمات يعني يحدد ويتخذ القرارات بخصوص مرض الضغط. اوكي، انت يا WHO ليش قلتي هذا الرقم؟ يعني ليش مو 135 على 80؟ ليش مو اكثر؟ شو تقول؟ تقول هاي نسميها ثريشولد، عتبه. يعني شنو عتبه؟ يعني هذا الضغط اذا عبرناه راح يبدي ضغط الدم يسبب مضاعفات، يسوي جلطه، يسوي ذبحه، يسوي توسع انيورزم. جوا لا، ماكو مضاعفات.
فش قالوا؟ قالوا احنا نعتبر هذا الرقم اللي هو 140 على 90 فما فوق، يعني 140 على 90 تعتبر هذا الارتفاع بالضبط، فما فوق 150-160 هذا نعتبره ارتفاع ضغط الدم. قالوا لان احنا من هذا الرقم 140 على 90 فما فوق من دا نقطع علاج دا نشوف فائدة العلاج اكثر من المضرة مالته. عندنا قاعدة نسميها البنفيت ريسك ريشيو، انه انت اي شيء بالطب اي قرار تتخذه بالطب لازم تكون فوائد هذا القرار اكثر من اضراره. هنا عندك ميزان نسميه بنفيت، بنفيت الفائدة، وهنا الريسك الضرر. شافوا انه من يوصل ضغط الدم الى 140 على 90 فما فوق، هنا من دنط علاج بنشوف فائدة العلاج اكثر من الضرر مالته. زين خوش. بس في حال كان الضغط مثلا 130 على 80 شافوا هنا من نبدأ نتدخل ونقطع ادوية مع الضغط، هنا الضرر مع ادوية الضغط اكثر من الفائدة مالته. واضح؟ بينما من 140 على 90 من انطى ادويه الضغط الفائده مالتها تكون اكثر من الضرر. واضح؟ فمن يجيك واحد شباب يقول له انت ارتفاع ضغط الدم على يا اساس اختاريت رقم 140 على 90 ليش؟ تقول له لان اكثر من هذا الرقم وهذا الرقم يعني 140 على 90 فما فوق، هنا فائده العلاج اكثر من الضرر مالته. البنفيت اوت واي ريسك، يعني الفائده اكثر من الضرر. فلهذا اختارنا هنا، لان هنا فما فوق راح تصير عندك مضاعفات. كوش شنو المضاعفات؟ اهم مضاعفات من الانسان يصير ضغطه 140 على 90 هي اثنين: كورنري ارتري ديزيز والستروك، اللي هنا ذن نسميهن كارديو فاسكولار كومبليكيشن. يعني شنو كورنري ارتري ديزيز؟ كورنري يعني التاجية، الشرايين التاجية مال القلب. ارتري يعني شريان، ديزيز يعني امراض القلب التاجية. اذا راح تبدأ تصير عندك جلطات قلبية، والستروك لا جلطات دماغية. فذني هن كومبليكيشن. اذا تعريف الهايبرتنشن هو اي ضغط اكثر من 140 على 90. ليش اختارنا هذا الرقم؟ لان اكثر من هذا الرقم راح تصير عندي مضاعفات اللي هي جلطات قلبيه كورنري ارتري ديزيز، والستروك اللي هي الجلطات الدماغيه. خلصنا يا شباب من الديفينيشن، نجي لمن؟ نجي للكوزز اللي هي اسباب الهايبرتنشن. الهايبرتنشن ينقسم الى قسمين اساسيات. القسم الاول نسميه برايمري هايبرتنشن، اللي هو الهايبرتنشن الاولي الاساسي اللي ما له سبب معروف. برايمري نسميه اسينشال، اسينشال يعني ما له سبب معروف، unknown cause. والثاني لا اسمه سكندري هايبرتنشن، سكندري هايبرتنشن يعني اكو له سبب. شوف البرايمري هايبرتنشن هو ضغط موجود عند شخص، نجي ندور على اسباب ما نلقى اي سبب لهذا الضغط، فنعامله كبرايمري هايبرتنشن. نقول ضغط بدون سبب معروف وهذا ما راح يطيب عمره كله، راح يبقى كل عمره ياخذ علاج. ايش قد نسبته دكتور من مرضى الضغط؟ 95% من الناس اللي عندهم ضغط راح تلقى انه ما معروف السبب مالته. 95% هذا هم unknown، السبب مالته ما معروف وهم ما يطيب، not curable، ما يطيب، يبقى عمره كله ياخذ علاج. بينما السكندري لا، اللي هم 5% من الناس فقط، زين اللي هم دول ال 5% اكو سبب، اكو كوز، وبالتالي من نعالج الكوز راح يطيب المريض. هنا كيورابل يعني عنده انتفاخ بالغده الدرقيه، ثايروتوكسيكوسيس، اشيل الغده الدرقيه يرجع طبيعي. فاذا اهم شغله لازم اعرفها انه البرايمري ما راح يطيب عمره كله لان ما معروف السبب مالته، بينما السكندري يطيب لان انا اعرف السبب مالته. طيب شباب هسه يجي واحد يقول لي دكتور البرايمري ليش يصير؟ اقول له ما ادري، ماكو سبب معروف، ولكن شافوا بالدراسات شافوا انه البرايمري هايبرتنشن يصير نتيجة المشكلة بالمعادلة اللي قلناها، انه البلد بريشر يساوي كاردياك اوتبوت في التوتال بالريفرال ريزيستنس. تصير مشكلة هنا،
دكتور شنو هي المشكله؟ يعني شو يصير بالضبط؟ يصير شباب شغلتين، السمباتيك نيرفس سيستم يتحفز عند هذول الناس لان مسترسين زين، واغلب الناس ورا عمر ال 40 سنه وال 50 سنه بيكون عندهم توتر مستمر، يعني على طول هاي السنين. شو هسه انتم الطلاب عندكم توتر بعدين مستقبلكم، توتر بالامتحانات، التوتر اللي موجود بالعائله، التوتر الموجود بعلاقاتك ويا اصدقائك، الموجود ويا زوجتك الى اخره. اكو عائله كامله من الستريس، هاي الستريس راح يفعل لك سمباتيك نيرفس سيستم وبالتالي يزود الكارديو اوتبوت. ايضا شافوا انه الكدني هو الملام الاكبر، اكبر واحد ندب الصوت فيه هو الكدني، الكليه. لقوا الكليه تحفز الراس ميكانيزم. الراس ميكانيزم تعرفون شباب اللي هي رنين انجيوتنسينوجين الدوسترون سيستم. النهايه مال هاي الراس ميكانيزم شنو؟ انجيوتنسين. الانجيوتنسين من اسمه انجيو يعني وعاء دموي، وتنسين يعني مقلص الاوعيه الدمويه. فانجيوتنسين يعني يسوي فازو كونستركشن، فمعناها يزود التوتال بالريفرال ريزيستنس. فشافوا اغلب الناس اللي عندهم برايمري هايبرتنشن نتيجه شغلتين، السمباتيك نيرفس سيستم تون مالتهم اعلى من البقيه لان بسبب الستريس، والراس ميكانزم مالتهم متفعله اكثر من البقيه وما حد يعرف ليش. فبالتالي من تفعلت الراس ميكانزم قلصت الاوعيه الدمويه، ازدادت التوتال بالريفرال ريزيستنس اللي هي المقاومه مال الاوعيه الدمويه. من تفعل السمباتيك نيرفس سيستم ازداد الكاردياك اوتبوت، فمن ازدادوا دول الاثنين طبيعي ازداد عندي شنو؟ ازداد عندي البلد برشار. هاي بالنسبه لي ناس، بالنسبه للناس اللي هم برايمري. زين هسه نجي لنا شباب، نجي الى ال 5% السكندري. شوف انت ما دام تدرس باطنيه يسموك الشكاك، هاي اندكس اوف سسبشن، يعني عندك معدل الشك عالي، مثق بسرعه. يعني انت صحيح هم اغلب الهايبرتنشن 95% من عندهم برايمري، ولكن انت دائما اي مريض يجيك هايبرتنشن تحسه وتعامله كسكندري وتدور على اسباب، من تستثني كل الاسباب مال السكندري وراها يلا تقول هذا برايمري كوز. واضح؟ يعني مو اجيك انا هسه مثلا بعدني شاب اجيك تقيس الضغط تلقاه مرتفع، اقول لك دكتور اكو سبب لارتفاع الضغط؟ تقول لي لا انت برايمري هايبرتنشن، هذا كارثه غلط، هذا ما يصير. لان انا ما دام شاب المفروض ما عندي برايمري هايبرتنشن، المفروض اكو سبب مسوي لي الهايبرتنشن. فانت لازم بالبدايه تشيكني، تدور على كل الاسباب اللي سوت الضغط وتستثنيها، يلا تقول انت برايمري هايبرتنشن. واضح؟ طيب شباب هسه نجي السكندري. هذا السكندري كوز مال هايبرتنشن هنا يعني عاده يجي شاب ويجي عنده سبب معين، اذا عالجنا هذا السبب يروح الضغط مال الدم. خوش، شنو هي الاسباب؟ الـ causes of secondary hypertension. شوف انا لخصت لكم اياها بطريقه كلش حلوه. الـ causes of secondary hypertension طبعا قلنا حسب مصدر دابلسون. الـ causes انا قسمتها شلون؟ قسمتها الى قسمين رئيسيات. قسم يكون امراض diseases وقسم مو امراض. اربع اشياء مو امراض واربع اشياء لا هي امراض diseases. شنو الاشياء اللي هي مو مرض بس تسوي هايبرتنشن؟ اول شغله موجوده عندك هي الاوبيزيتي، السمنه. الشغله الثانيه هي البريجننسي، الحمل. الشغله الثالثه الدراجز. والرابعه هي الالكوهول. فهنا ذني اربع ينحطوا سويا، لان الاوبيزيتي والبريجننسي اربطهم ببالي سويا. الدراجز والالكوهول همين اربطهم ببالي سويا، ذني كوزز للهايبرتنشن بس مو امراض. الامراض شنو؟ اول وحده سليب ابنية. سليب ابنية، هسه نفتهم شو معناها. السبب الثاني هو، والسبب الثالث والرابع عندي هنا الرينال ديزيزز، حتى تكون بالسرد، رينال ديزيزز واندوكراين ديزيزز، واخر شيء الايورتيك كونتراكشن. هسه نفهمهن ونحفظهن. بعد اول شيء شنو سليب ابنيه؟ سليب ابنيه ذول الناس السمان واللي رقبتهم قصيره، هذا من ينام راح يوقع اللسان مالته ورا ويختني ويقعد شويه بدون يرجع ينام. فباثناء السليب النوم ده يصير عنده ابنيه، انقطاع للنفس، فده يختنق اثناء النوم.
هذا السليب ابني. ذول الناس لان ما يشغلون نوم، يعني هو نايم يقعد في 30-40 مره وما شبع عن النوم، راح يبقى على مدى فتره طويله، فهذا الستريس مال عدم النوم راح يسوي له هايبرتنشن. هذا افتهمنا خلص. زين ايورتيك كوراكتيشن شنو؟ او كوراكتيشن اوف ايورتيك، كلمه ايورتيك عن شريان ابهر، كوراكتيشن يعني تضيق بالشريان الابهر. شوفوا لي شباب هنا، هذا عندكم الشريان الابهر طالع من القلب ونازل من هنا. ايش راح يصير عندي هنا؟ مو هذا الشريان الابهر هنا، هسه اراويكم اياه. زين هذا الشريان الابهر، شريان الابهر شباب طالع من القلب، هذا الهارت. زين وهذا الشريان الابهر طالع من هناك، عفوا مسوي الايورتيك ارش، مطي ليفت من هنا ال بالجهه الرايت، عفوا البريكيو سيفالك، ومطي من هنا ليفت كمان كاروتيد، ومطي من هنا ليفت سبكلايفين. هاي بالانتم كلكم تعرفوها، مو هذا الموضوع. الموضوع شنو؟ انه من يصير عندي تضيق بالشريان الابهر اللي هو تشوه خلقي سميه كونجنتال هارت ديزيز ايورتيك ريلاكسيشن، ايش راح يصير؟ راح يصير عندي تضيق هنا بهاي المنطقه اللي موجوده هنا. هاي المنطقه من راح يصير بيها تضيق، راح تصير شغله غريبه انه الدم البلاد من راح يجي من هنا من هاي المنطقه، البلاد جاي من هنا متوكل على الله وده يمشي بكل رحابه صدر، هنا يمشي بهذا الشكل طبيعي، راح يجي لهنا يبقى اكو ريزيستنس مقاومه بعد ما يقدر يمشي، فوين راح يبقى؟ راح يبقى بهاي المنطقه فوق، فراح من اجي اقيس الضغط بالاطراف العليا هنا اللي هي فوق التضيق، شوف هذا التضيق، من اقيس الضغط بالاطراف العليا راح يلقى الضغط عالي كلش، بس من اقيس الضغط بالاطراف السفلى من هنا من هذا التضيق فما دون، من اقيس الضغط بهاي المنطقه راح يلقى الضغط ناصي، واضح؟ فاذا الكوراكتيشن اوف ايورتا اخلي ببالي شغله انه البلد بريشر بالاطراف العليا عالي وبالاطراف السفلى يكون واطي، هذا عرفته كوراكتيشن اوف ايورتا، واضح شباب؟ هذا تشوه خلقي، هذا افتهمنا. هذا بما انه الاطراف العليا يمشي الدم بيها طبيعي هنا، فمن اجي اخلي ايدي على الراديال ارتري احس البلس مالته طبيعي، من الاطراف السفلى لان اكو تضيق فالاطراف السفلى دا يجيها دم قليل، فمن اخلي ايدي على الفيمورال ارتري الشريان اللي موجود بالفخذ راح القى ديلي تاخير، فتصير عندي ساين كلش مهمه اسمها راديو فيمورال ديلي. الراديو الاطراف العليا دا يجيها دم كل زين، فالراديو مالتها يخبط، بينما الفيمورال متاخر لان اكو تضيق هنا ما يخلي الدم ينزل، فيصير راديو فيمورال ديلي. قبل تعرف هذا كوراكتيشن اوف ايورتا، واضح شباب؟ اذا صار عندي اختلاف الضغط ما بين الافر واللور زائد راديو فيمورال ديلي، عرفت الكوراكتيشن اوف ايورتا. هسه هاي الامور هسه لحد الان شنو؟ كلها زينه واضحه. زين المرض الثالث اللي هو رينال ديزيزز، وهذا كلش مهم. رينال ديزيزز امراض الكلى. رينال ديزيزز يعني شنو امراض الكلى؟ يعني شنو يصير ممكن بالكليه ويسوي لي ارتفاع ضغط الدم؟ شغلتين، اما هاي الكليه الحلوه مالتنا واكو شريان اسمه رينال ارتري، شريان طالع من الشريان الابهر اسمه رينال ارتري يغذي لي الكليه، خوش هذا الشريان ممكن يصير لي شنو؟ تضيق، يصير رينال ارتري استينوسيس. اوكي دكتور، يعني هذا الرينال ارتري وهاي الكليه، هذا الرينا ارتري صار بي ستينوسيس، اوكي الكليه راح تتأذى، بس الضغط ليش دا يرتفع؟ ايش يعني الضغط بالكليه؟ الكليه شباب قاعده بالباطنيه، ايش وقت ما يقل الدم اللي دا يوصل للكليه؟ الكليه تفعل الراس ميكانيزم، هاي قاعده. ايش وقت ما يقل الرينال بيرفيوجن يعني الدم اللي دا يوصل للكليه؟ الكليه راح تفعل الراس ميكانيزم، واضح؟ فهنا من راح يكون الدم اللي واصل للكليه قليل، هذا الدم جاي هنا يخبل، من راح يكون اللي واصل للكليه قليل ايش راح تسوي الكليه؟ الكليه راح تفعل الراس ميكانيزم، واضح؟ من تفعل الراس ميكانيزم، الراس ميكانيزم ايش بيها؟ بيها شغلتين، بيها انجيوتنسين، الانجيوتنسين 2
وبيها الدوستيرون. الدوستيرون انا ما ارجع لكم بالفسلجه، احنا حاليا ما نشرح فسلجه واجي اقول لك الرنين من يطلع والدور يحول لك الانجيوتنسينوجين الى انجيوتنسين والدور الانجيوتنسين يفعل لك الالدوستيرون، هاي كلها انت تعرف. زين الانجيوتنسين راح يسوي لك فازو كونستركشن، تقلص بالاوعيه الدمويه. الالدوستيرون راح يروح يسحب سوائل، يسوي فلويد ريتينشن. من يسحب سوائل معناه ده يزود كميه الدم، ده يزود الكاردياك اوتبوت. زين فهنا هذا سوى فازو كونستركشن، زود لك توتال بريفرال ريزيستنس، وهذا سوى فلويد ريتينشن فزود لك كميه الدم اللي داخله فزاد عندك الكاردياك اوتبوت. واضح؟ طبعا الكارديك اوتبوت تعرفون يساوي كارديك اوتبوت شنو؟ ستروك فوليوم في الهارت ريت. انت من زودت الفلويد ريتينشن زودت الفوليوم كميه الدم فازداد عندك ستروك فوليوم، من ازداد ستروك فوليوم ازداد كارديك اوتبوت. واضح؟ اذا من يصير عندي ديكريز بالبيرفيوجن مال الكليه راح الكليه تفعل الراس ميكانيزم، هاي قاعده. فمن يصير عندي رينال ارتري ستينوسز راح اجي القى الكليه مفعله راس ميكانيزم ومسويت لي هايبرتنشن. طيب هذا السبب الاول اللي موجود بالكليه. السبب الثاني اللي هم موجود بالكليه نسميه بوليسيستيك كيدني ديزيز. دكتور شنو بوليسيستيك كيدني ديزيز؟ شباب شوف هاي الكليه، الكليه تعرفون الانسجه مالتها هي عباره عن اهرامات، شلون مصر هنا عباره عن اهرامات نسميها رينال بايرمت، هذه عباره عن رينال بايرمت بهذا الشكل. هاي الرينال بايرمت هي الانسجه مال الكليه، النفرونات هنا موجوده خوش، والدم بالعاده يجي من هنا الدم النفرونات بشكل كلش طبيعي. اوكي من راح يصير عندي بوليسيستيك كيدني ديزيز، يعني شنو بوليسيستيك؟ من راح يصير عندي بوليسيستيك كيدني ديزيز، بولي يعني متعدد، سيست يعني اكياس، وكيدني ديزيز يعني مرض بالكليه، بوليسيستيك كيدني ديزيز. اوكي هنا بوليسيست يعني راح يصير عندي اكياس هوايه، هاي الاكياس راح تضغط على الاوعيه الدمويه اللي تغذي انسجه الكليه. هنا مو عندي هذا وعاء دموي يغذي لي الانسجه مال الكليه بشكل نورمال. من راح يكون عندي تكيس هنا، من راح يصير عندي بوليسيست كيدني ديزيز راح يضغط على هذا الوعاء الدموي بحيث بعد الدم ما يقدر يوصل لهنا. من قل الرينال بيرفيوجن صار عندي عافيه، من قل الدم اللي بده يوصل لانسجه الكليه راح يتفعل الراس ميكانزم واللي تنتهي بزياده الكارديك اوتبوت والتوتال بريفرال ريزيستنس، وهذا راح يؤدي الى زياده البلاد بريشر. واضح شباب؟ طيب اذا خلصنا من الرينال ديزيزز امراض الكليه اللي تسوي هايبرتنشن اللي هن اثنين اساسيات. اول واحد هو رينال ارتري ستينوسيس، والثاني هو بوليسيستيك كيدني ديزيز. هسه نجي للاندوكراين كوزز، الاسباب اللي موجوده بالاندوكراين سيستم بجهاز الغدد الصماء واللي يسبب لي هايبرتنشن، اللي يسبب لي ارتفاع بضغط الدم. طيب شباب نجي الاندوكراين سيستم نسوي له مراجعه على السريع. انا هنا ما اريدك انت تجيني طاري وتجيني تعبان، حتى لو تجيني انت من الصفر كلش عادي. زين تجيني انت من الصفر كلش عادي، راح اشرح لك الموضوع من البدايه. ركزوا وياي شباب. الاندوكراين سيستم جهاز الغدد الصماء مين متكون؟ متكون اول شيء من غده موجوده هنا نسميها البتويتري جلاند، الغده النخاميه هاوية البتويتري جلاند، وعندي الثايرويد والباراثايرويد جلاند، وعندي هنا الادرينال جلاند، ذني هن اللي يهمني. هنا الاندوكراين جلاند هاي تفرز جروث هرمون وراح يسوي لي اكرو ميجالي، يعني تضخم بالاطراف. زين؟ جروث هرمون يعني هرمون النمو، هرمون النمو راح يسوي لي تضخم بالاطراف، اوكي، بس ليش يسبب الارتفاع بضغط الدم؟ ليش؟ لان هو اسمه جروث هرمون، هرمون النمو، فايش راح يسوي؟ راح يزود النمو مع الاوعيه الدمويه، هذا الوعاء الدموي من تعطيه جروث هرمون راح يتحول الى هذا الشكل. زين؟ راح يكبر الوعاء الدموي هذا راح يكبر ويتصلب ويصير بي ثيكنينج، المصل العضلات اللي بيه راح تكبر وتصير ريجد قويه ثخينه، فراح يصير عندك شنو؟ راح يصير عندك هايبرتنشن، ارتفاع ضغط الدم. هذا من هو؟ الاكروميجن. خوش
الثايرويد جلاند من راح تفرز ثايرويد هرمون هوايه راح تسوي لي ثايرويد توكسيكوسيس، يعني زياده بالثايرويد هرمون. ثايرويد يعني ثايرويد هرمون، توكسيكوسيس يعني سميه الغده الدرقيه، سميها غده سامه، يعني بدها تطرح هوايه ثايرويد هرمون. هذا الثايرويد هرمون وناس داد، يعني ليش يسوي ارتفاع بضغط الدم؟ الثايرويد هرمون تعرفون هو الوقود مال الجسم، هو اللي يحرق الجسم، يخلي الجسم يحرق. فمن راح يزداد الثايرويد هرمون راح يزود الكاردياك اوتبوت، هو بعد وقود فراح يزداد الكاردياك اوتبوت. عافية. واذا زاد الكاردياك اوتبوت نرجع للمعادله مالتنا اللي تقول انه البلاد بريشر يساوي كاردياك اوتبوت في توتال بريفرال ريزيستنس. فمن صار عندي ثايرو توكسيكوسيس شو ازداد عندي؟ عافيه، ازداد عندي كارديان اوتبوت، هنا صارت عندي مشكله. اذا الثايرو توكسيكوسيس يزود الكارديان اوتبوت فبالتالي يزود لي البلد بريشر. نجي بالقائمه هاي اللي مخليها دافيدسون، ذيك مكتوب برايمري هايبوثايروتيزم. هاي شنو؟ يعني هسه ارتفاع الثايرويد هرمون اوكي يسوي لي هايبرتنشن ليزود الكارديان اوتبوت، بس شنو معناها من انت مخلي لي الهايبوثايروتيزم هم يسوي هايبرتنش وليش؟ فهنا نجي احنا نصمت نقول يابا، يعني حتى الهايبوثايروتيزم حتى الهايبو يقول لي حتى الهايبو متاكد؟ اي متاكد؟ الله عليك تقول عمي جيبوا لي خبزه خلعني فيكم عليه، مو قلت لكم متاكد؟ شو اسوي لكم؟ لا هذا الهايبوثايروتيزم. نقول له شلون؟ يقول بابا سهله، هذا عندك انت وعادم. نقول له اوكي يلا هذا وعادم وش بيه؟ يقول من يقل الثايرويد هرمون بالدم، قل الثايرويد هرمون. الثايرويد هرمون مو قلت انه هو الوقود اللي يحرك كل شيء ويحرق؟ نعم. من قل الثايرويد هرمون الانزيمات اللي تحرق المركبات، اكو انزيمات مسؤول عن التنظيف، هاي الانزيمات الثايرويد هرمون يخليها تشتغل، اوكي. من ماكو ثايرويد هرمون الانزيمات اللي مسؤوله عن التنظيف وقفت، فقامت تتراكم المخلفات. شنو هي المخلفات؟ من راحت هاي الانزيمات المنظفين من راحوا تراكمت المخلفات. شنو هي اللي تراكمت؟ تراكمت نسميها مواد ميوكو بولي سكرايد. ميوكو يعني مواد مخاطيه، بولي سكرايد يعني متعدد سكريات، اللي هي مثال عليها ماده الجلايكوزامين جلايكان. يعني شو جلايكوزامين جلايكان؟ يعني جلوكوزا وجلوكوزا وبيناتها امين، نسميها جلايكو امين جلايكان. واضح؟ خش. هاي مخلفات بالانسان الطبيعي الثايرويد هرمون يكسر هاي المخلفات. من صار عندك هايبوثايرويدزم راح الانزيمات المنظفه، من راحت الانزيمات المنظفه ازدادت المخلفات، المخلفات من ازدادت عافيه اكو بطل قال لي دكتور تراكمت وين؟ تراكمت على جدران الاوعيه الدمويه، خلت هاي الجدران ريجد ستيف صلبه، فازداد عندي الضغط مال الدم. زين؟ فاذا الثايروتوكسيكوسيز يزود الكاردياك اوتبوت. زين؟ بينما الهايبوثايروتيزم يزود التوتال بالريفرال ريزيستنس. واضح شباب؟ طيب اذا هنا اقول الهايبوثايروتيزم يزود لي التوتال بالريفرال ريزيستنس، بينما الثايروتوكسيكوسيس يزود الكاردياك اوتبوت. خلنا اعطيكم فكره جماعتي الباطنيه يقدرون يفيكون بها عليكم. شوف صح بالثايروتوكسيكوسيس اكو هايبرتنشن، وبالهايبوثايروتيزم هم اكو هايبرتنشن صحيح، ولكن بالثايروتوكسيكوسيس يزداد السيستوليك بلاد بريشر الضغط العالي، هذا اللي يزداد. بالهايبوثايروتيزم هذا اللي يزداد. ليش؟ لان السيستوليك بلاد بريشر تعرفون شباب انتم البلاد بريشر يساوي 140 على 90، هذا السيستوليك صح؟ وهذا دايستوليك. الدايستوليك هذا يعتمد على البلد فيسل، على الاوعيه الدمويه. السيستوليك يعتمد على الكاردياك اوتبوت. ف
بالثايروتوكسيكوسيس شنو اللي ينضرب؟ الكاردياك اوتبوت. فشنو اللي يصعد؟ عافيه سيستوليك بلاد بريشر. بالهايبوثايروتيزم انضربت الاوعيه الدمويه صح؟ البلاد فيسل. فشنو اللي يصعد؟ الدايستوليك بلاد بريشر. فلهذا دائما تلقون بالثايروتوكسيكوسيس الضغط بارتفاع الثايرويد هرمون تلقون الضغط مثلا 180 على 90، بينما بانخفاض الثايرويد هرمون شو راح تقول؟ راح تقول 150 على 110. شوف من هو اللي نزداد الجو. حتى ما تنساها انت شو تقول؟ قول الثايرويد هرمون اذا صعد يصعد الضغط العالي، اذا نزل ينزل الضغط يصعد الضغط الواطي. واضح؟ السيستول فوق والدايستول جوا. من يصعد الثايرويد هرمون يصعد السيستول اكثر شيء، من ينزل الثايرويد هرمون يصعد الدايستول بلاد بريشر اكثر شيء. هاي نقطه دقيقه جدا، يعني خلينا نقول معقده زياده معلومات، بس هي كلش تفيدكم. واضح شباب؟ طيب لين بعدين تاخذوها بالاندوكراين سيستم واذكركم بها. طيب هسه هنا شباب خلصنا مين؟ من الثايرويد هرمون والغده الدرقيه. خلص نجي للي وراه. الوراه يقول انت من خلصت الثايرويد هرمون اكو بارا ثايرويد هرمون، تعرفون الغده الدرقيه موجوده هنا، هذا راسك الحلو وهاي رقبتك الحلوه زين، وهنا موجوده هاي الثايرويد هرمون، اكو فوقها بارا ثايرويد هرمون او بارا ثايرويد جلاند، غده فوق الدرقيه. هاي بارا ثايرويد جلاند تفرز بارا ثايرويد هرمون، من يرتفع ايضا راح يسوي هايبرتنشن. ليش؟ لان بارا ثايرويد هرمون يرفع الكالسيوم. الكالسيوم من يرتفع يزود التون مال المسل، تعرفون العضلات تتقلص بالكالسيوم، فمن يرتفع الكالسيوم تتقلص العضلات اكثر وتسوي هايبرتنشن. واضح؟ طيب طبعا هاي الميكانيزم دافيدسون ما قايلها للملاحظه، دافيدسون يقول unknown، بس من تبحث غير كتب يعطيك هاي الميكانيزم. طيب شوف هسه اذا صار عندي بالنسبة للإندوكراين، أول شيء بتويتر جلاند تفرز جروث هرمون تسوي له أكروميجين، الثاني الثايرويد هرمون والبارا ثايرويد هرمون والبارا ثايرويد هرمون، نعم بالهايبر وبالهايبر اثنيناتهم يسوون هايبر تنشن. خوش هسه نجي بعد شو عندي يا غدة؟ الأدرينال جلاند، الغدة الكبارية هي اسمها أدرينال، أد يعني فوق ورينال كلية، أدرينال يعني فوق الكلية. هاي الأدرينال جلاند تعرفون مقسمة إلى عدة أقسام، كورتكس ومدلة. الكورتكس بيها زونا غلوميريلازا وزونا فاسيكيلاتا وزونا ارتيكيلاوس زين، وهاي جوا المدلة. حتى ما تنسوا تذكروا كفر، كفر غطاء من فوق لجوا، كفر جي اف ار غلوميريلازا فاسيكيلاتا ارتيكيلاوس. إذا صارت مشكلة بالغلوميريولازا اللي هي تفرز الدوسترون وقامت تفرز الدوسترون هواية، ازداد عدي الالدوسترون، سميتها هايبر الدوسترونيزم اللي هي نسميها كون سيندروم، كون سيندروم متلازمة كون، متلازمة كون يعني اكو مشكلة عدي بالزونة جلوميرولازة، تيومر، هذا التيومر يفرز هواية الدوسترون، الالدوسترون يسحب سوائل يرفع لي ضغط الدم وبالتالي يسوي لي هايبرتنشن. خوش الثانية هي زونا فاسيكيلاتا اللي هي ايش تفرز؟ تفرز عندي كورتيزول، كورتيزول من تزداد ايش راح تسوي لي؟ راح تسوي لي كوشينج سندروم، متلازمة كوشينج. ذول اللي هم يجون وجههم دائري زين، الوجه دائري هيجي واحمر ومنها عندهم انتفاخات، هاي نسميها كورتيزول كوشينج سندروم. كل هذول راح ناخذهم بالباطنيه بالاندوكراين سيستم، لا تخاف هسه مجرد اريدك بس تسمعهم تحفظهم زين. الريتيكولارس تفرز الدوستر اندروجين اللي هو التستوستيرون اندروجين، ومن يصير به مشكله نسميه كونجنيتال ادرينال هايبربليجيا. كونجنيتال يعني ولادي، ادرينال يعني الغده الكظريه، وهايبربليجيا يعني تضخم الغده الكظريه. هذا كله ديزيز ايضا راح ناخذه. هسه شو بدك تنتبه؟ اريدك تنتبه انه الامراض اللي صارت بالكورتكس، بالكورتكس هاي كلها كورتكس صح؟ هاي كلها كورتكس. الامراض اللي صارت بالكورتكس ثلاثتهم يبدا بسي، كون سندروم، كوشينج سندروم،
وكونجنيتال ادرينال هايبربلاجيا لان هن بلشات وين بالكورتكس. خوش الديزيز اللي المدلة ايش تفرز؟ المدلة تفرز ادرينالين ونور ادرينالين زين. فهاي من راح تفرز عندك ادرينالين شو راح يصير؟ الادرينالين راح يزداد. من يزداد الادرينالين والنور ادرينالين ذن يزودني الكارديك اوتبوت، لان تعرفون هن ذن نسميه الامينات المنشطه الكاتيكول امين الامينات المنشطه. فمن يزداد الادرينالين والنور ادرينالين راح يؤدي الى مرض نسميه فيو كروموسايتوما. لحظه دكتور شنو هالاسماء هاي؟ اول بعرف فيو يعني غامق، كروما يعني لون، سايتوما يعني ورم، يعني ورم ذا لون غامق لان المدله غامقه. فاجي اشوف الورم ذا لون غامق، هذا ايضا راح يسوي لي هايبرتنشن. هنا راح شويه ادقق وياك بالامتحان بالاوسكي، راح تتعرضون الى هذا السؤال. راح يجيك الدكتور ابو الامتحان يقول لك بابا عندك مريض، انتبه عليه هذا مهم، عندك مريض ثايروتوكسيكوسيس كله اي، وعندك مريض فيو كروموسايتوم. ابو الثايروتوكسيكوسيس ابو الثايرويد هرمون، من يرفع الثايرويد هرمون راح يسوي لك زياده بالبلاد بريشر ضغط الدم. وابو الفيو كروموسايتوما هذا راح يزود لك الادرينالين وهم يسوي لك زياده بضغط الدم. الثايرويد هرمون من يزداد يخليك تعرق ويصير عندك خفقان وقلبك يقوم يركض بسرعه. الادرينالين من يزداد هم يسوي لك تعرق وهم يسوي عندك خفقان وهم يخلي قلبك يدق بسرعه. شلون تميز بينات؟ ثايرويد توكسيكوسيس يجيك محترق لان ثايرويد هرمون مزداد وعرقان ويرتفع. فيو كروموسايتوما نفس الشيء، هم يجيك محترق وضغط عالي وقلبه يرجف وعرقان، شو تسوي؟ تقول لي دكتور ابو الثايروتوكسيكوسيس يكون ارتفاع ضغط الدم عنده والخفقان والاعراض مالته ثابته كونستانت على طول اليوم، بينما ابو الفيوكروموسايتوما يصير عنده ارتفاع بضغط الدم على التاكس نوبات زين؟ يعني الصبح مرة، الظهر مرة، العصر مرة، بيناتهم هو طبيعي. فيصير عنده swinging hypertension، swinging hypertension، بينما هذا constant hypertension. هاي النقطة إذا قلت لي إياها صدق حيقول هذا ذكي بالباطنية. فإذا الدايروتوكسيكوسيس constant hypertension على طول اليوم، بينما فيو كروموسايتوما swinging hypertension يروح ويجي يروح ويجي باليوم 10 مرات 3 مرات 5 مرات حسب. واضح؟ لان الادرينال جلاند تضم شويه وتدور تكسر نفسها تطلع هوايه ادرينالين، فبالتالي يرتفع الضغط، تدور تخنت تنام تقعد شويه شو انت بدايه الدوام؟ يعني 3 ارباعكم بدايه الدوام قبل شهر من الدوام، دكتور انا الباطنيه بتجيب اصلا كتاب دافكسن باسبوعين اخلصه. قعدت اول يوم قريت شويه نمت لك اسبوع. فتحت الملزمه قريت اول سلايدين ونمت لك 10 ايام، زين نفس الشيء، هنا الفيو كروموسايتوما تفرز شويه وتنام، تفرز شويه وتنام، فنسميها swinging hypertension. واضح؟ طيب هذا عندي شنو؟ عندي endocrine diseases. اذا هسه خلصنا، اخر شيء شوف مهم جدا بالباطنيه ما تضيع، ما تضيع. تقول لي دكتور ستيب ابني عرفناه، aortic coarctation عرفناه، renal disease، renal artery stenosis وpolycystic kidney disease. إندوكراين لا تباو من فوق وابدي اول وحده اكروميجالي عفيف انزل لجوا ثايرويد وبارا ثايرويد هرمون ثايرويد هرمون والبارا ثايرويد هرمون جوا انزل ورا ثايرويد بارا ثايرويد الادرينال جلاند بالكورتكس صار عندي كون وكوشن وشنو وكونجنيتال ادرينال هايبرملاجيا وجوا بالمدله فيو كروموسايتوما. واضح؟ شفت شلون الباطنيه حلوه وسهله؟ هاي الاسباب مال السكندري هايبرتنشن. اذا شباب هسه خلصنا الديفينيشن اوف هايبرتنشن وخلصنا الكوزز اوف هايبرتنشن اللي هي كلش مهمه، اهم شيء بالمحاضره الكوزز ترى مال السكندري هايبرتنشن، ولا الباقي شنو كله حكي كلكم تعرفوه.
هسه راح نجي للاعراض، ما راح ندخل شيء جديد. ليش؟ انا اقول لكم ليش. بعض اعراض الهايبرتنشن ما بيها اعراض، خلصنا. ايش قد حلو زين. تصير سيمبتوماتيك، سيمبتوماتيك ما بي اعراض، نسميه سايلنت كيلر، القاتل الصامت. سايلنت كيلر زين، القاتل الصامت. مو تقولها قتلتيني بصمت واحيتنا عيناك ومن هذا الحكي، لا، القاتل بالصامت هو هذا الهايبرتنشن. اما هي قتلتك بصمت، هاي بينك وبينها ما لنا علاقه احنا. الحقيقه القاتل الصامت هو الهايبرتنشن، مرض ارتفاع الضغط، هو هذا اللي يكلك وانت ما تدري. يعني انا اكو ناس جايين للمستشفى 10 سنوات 5 سنوات ما يدري روح عند ضغط، شيق مره وطلع عند ضغط زين، فما يدري. سايلنت كلا اسيمبتوماتيك. خوش الاعراض شباب مال الهايبرتنشن تنقسم الى ثلاث اقسام رئيسيه. القسم الاول اعراض المرض نفسه اللي هو الهايبرتنشن اللي هي ماكو اعراض، هذا واحد. اثنين اعراض سبب الهايبرتنشن، ليش صار الهايبرتنشن، واعراض مضاعفات الهايبرتنشن. واضح؟ يعني ثلاث اقسام. القسم الاول اعراض اسباب الهايبرتنشن، القسم الثاني اعراض الهايبرتنشن نفسه، والقسم الثالث اعراض مضاعفات الهايبرتنشن. واضح؟ طيب نجي نروح دول. اول واحد اسباب الهايبرتنشن شنو اعراضها؟ دني السكندري كوز، نجي وحده وحده. شنو السكندري كوزز اوف هايبرتنشن؟ قلناها سليب ابنيا، يجي هو قصير سمين، رقبته قصيره مهمه، رقبته قصيره وهو سمين، سليب ابنيا خلاص. ايورتيك كونكتيشن شنو اعراض؟ ألقى ارتفاع بالضغط بالجزء الأعلى من الجسم، وانخفاض بالضغط بالجزء الأسفل من الجسم، وراديو في مرض الليل، لأن أكو تضيق ففوق ضغط زين، جوا ضغط مو زين. خلاص أيورتيك كونكتيشن. رينال ديزيز، رينال أرتري ستينوسيس، يعني أكو تضيق بالشريان الرينال الكلوي. فمن أجيب سماعتي أخليها هنا راح أسمع بروي. رينال ارتري بروي اللي هو شنو؟ هيجي هو الدم من يمشي طبيعي ما يطلع صوت، بس من يصير تضيق الدم يصير تيربلنت، يقوم يصير بدوامات فيقوم يطلع صوت، فهنا رينال ارتري بروي. فاذا سمعت رينال ارتري بروي اذا انا عندي رينال ارتري ستينوسيس. بوليسيستيك كدني ديزيز شلقى؟ القى لارج كدني، الكليه القاها كبيره، فمن اجي افحص عشان شو كليتك كبيره حجي، اذا هذا عنده بولي سيستيك كدني ديزيز. واضح شباب؟ طيب اذا هنا راديو في مرض الليل، هنا القى رينال ارتري بروي، هنا القى شنو؟ القى البولي سيستيك كدني ديزيز، هنا هذا راديو في مرض الليل، هنا بروي، بروي تنكتب تي بنهايه بس هي بروي تلفظ، وبولي سيستيك كدني ديزيز القى لارج كدني. اكروميجلي هو القى الاطراف مالته كبار، لارج ليمبس، واضح. ثايرويد هرمون، القى اعراض الثايرويد هرمون، عرقان وخفقان عنده وتكيكارديا، هذه معروفه. كون سندروم، اعراض الهايبر الدوسترون، ناخذها بعدين. كوشنج، القى وجهه سمين ودائري وبيحب وعنده خطوط سترايل زين، هاي كوشنج نسميها الفيتشرز مالته، الفيس وجهه واضحه بالكوشنج. في كروموسايتوما، القى سوينجينج يصعد وينزل. خلصنا مين؟ خلصنا من اعراض اسباب الهايبرتنشن. زين خلصنا اول وحده. الكاتيجوري الثاني اعراض الهايبرتنشن نفسه ما بي اعراض، خلص. هسه اعراض مضاعفات الهايبرتنشن، هو الهايبرتنشن شو يسوي مضاعفات؟ اعراض مضاعفات الهايبرتنشن، هسه نجيها. اعراض مضاعفات الهايبرتنشن كلش مهمه شباب، كلش مهمه، ركزوا وياي. الهايبرتنشن شباب اهم شغله قلنا بيه انه احنا ليش نعالجه اصلا؟ لان هو يسوي كومبليكيشن، يسوي مضاعفات، ولهذا هو نسميه القاتل الصامت. هاي المضاعفات اللي يسويها الهايبرتنشن هم تبدي من فوق وتنتهي للاسفل. زين؟ اول كومبليكيشن يسويها الهايبرتنشن هي بالدماغ. واضح؟ طيب. نجي وحده وحده. نعم، ايش راح يسوي الهايبرتنشن؟ اول مشكله راح يسويها هي بالبرين، الكوميونيكيشن اوف هايبرتنشن، اول وحده بالدماغ مالتنا. راح يسوي بالدماغ؟ راح يسوي وحده من ثلاث شغلات.
لو يسوي ستروك جلطة دماغية، لو يسوي هايبرتينسيف انكيفالوباثي اللي هو احتلال بالدماغ. هايبرتينسيف يعني زيادة الضغط، انكيفالو او انسيفالو يعني دماغ، باثي يعني احتلال الدماغ. واخر شغلة يسوي سب اراكنويد هيموريج. دكتور دني شو يعني؟ ما احس روحي ما مسيطر عليها. تعال نجي ناخذ وحده وحده. صدق كذي، اول وحده ستروك. ستروك يعني جلطه دماغيه، يعني هذا الدماغ وهذا الوعاء الدموي اللي يغذي الدماغ. من ارتفع الضغط عندك مال الدم راح يسوي وحده من الاثنين. هذا الضغط، هذا الضغط لو راح يفجر الشريان ويسوي نزف، وهاي اسميها هيموراجيك ستروك، جلطة نزفية، هاي اول شيء. او لا والله يجي ضغط الدم يسبب تصلب بالشرايين وتضيق بهذا الشريان وانسداد بهذا الشريان، وهاي اسميها ثرومبوتيك او اسكيميك ستروك، يعني انقطاع الدم. فهنا عندي صار نزف هيموراجيك ستروك، هنا انسداد اسكيميك ستروك. هاي الشغله الاولى. الشغله الثانيه لا، اللي هي هايبرتينسيف انكيفالوباثي، هايبرتينسيف انكيفالوباثي او انسيفالوباثي. كيف انسيفالوباثي؟ يعني هذا الضغط العالي اللي بالدماغ ضرب الدماغ في الضربه. يعني شلون نقول؟ وانت دا تمشي وتكف اخر امتحانات مال الفاينل هيك بالضربه على راسك، انت تصفن هيجي تاخذ لك فتره يلا تستعيد عافيتك. هاي نسميها هايبرتنسيف انكفالوباثي، يعني الضغط مال الدم ازداد ضرب الدماغ في الضربه بحيث الدماغ شويه هيجي خربطت اوضاعه. ممكن صارت عندك شمره يعني صرع، زين شمره. ممكن صار عندك تغير بالاحساس بالسنسيشن، ممكن صار عندك فقدان بالوعي، ولكن كل شنو مؤقت. فمن تذكرون الهايبرتينسيف انكفالوباثي تذكروا الضربه اللي يضرب لكم اياها الفاينل، بحيث انت تظل على طول فتره الفاينل شهر كامل التدايخ وراها يلا تستعيد عافيتك. فاهم حكايه بالهايبرتينسيف انكفالوباثي انه هو ترانزيانت، مؤقت. يصير عندي فقدان بالوعي، يصير عندي شمرة، يصير عندي تغير بالسنسيشن بالأحاسيس بعد ما أسمع أقوم أطوطح، أي عرض ممكن يصير. فمن تسمع كلمة هايبرتينسيف انكفالوباثي لا تحسب شيء غريب، أما تقول هايبرتينسيف ارتفاع ضرب، انكفالوباثي يعني الدماغ ضرب عندي ضرب انكفخ كفخة، هاي الكفخة مؤقتة. راح يصير عندي أعراض مال مشكلة بالدماغ، الدماغ بيصير فيه مشكلة. ايش راح يصير؟ جلطة، يعني مثل الجلطة، يعني إما بعد ما يقدر واحد يمشي يصير عنده ثقل بإيديه ورجليه، إما الإحساس يفقده تنمل أو تخدر إيديه ورجليه، إما يشمر، إما يفقد الوعي إلى آخره. بس المهم شنو هذه الأعراض؟ ترانزيت، مؤقتات، فترة ويروحن. طيب شباب زين، هسه تقول لي دكتور والله عاشتيلك، بس دكتور هسه أنا عندي ضغط وعلى ساعة هاي رجلي بعد ما أحرك، هسان شو مدريني انا ستروك لو هايبرتينسيف انكفالوباثي؟ اقول لك شغلتين. اول شغله تسوي مفراس سي تي، تسوي مفراس. اذا سويت المفراس طلع المفراس طبيعي معناه هايبرتينسيف انكفالوباثي. اذا لا والله طلع المفراس مو طبيعي، طلع بنزف او طلع بجلطه، معناها انت عندك ستروك. اذا كان نورمال سي تي نورمال والمشكله ترانزيت يوم يومين وراحت او ست ساعات ثمان ساعات وراحت، يعني الرقم يختلف، فمعناها هايبرتنسيف انكفالوباثي. المشكله الثالثه شباب اللي ممكن تصير بسبب الضغط هي سب الراكنويد هيموريج. سب يعني تحت، الراكنويد يعني الام العنكبوتيه، وهيموريج تعرفون يعني نزيف. شنو يعني سب الراكنويد؟ عرفتوا شباب انتم انه الدماغ مالتنا هذا محاط بسحايا، صح؟ محاط بسحايا. السحايا ثلاثه، الاولى هي الدوراماتر، الثانيه هي السب الراكنويد ماتر او الراكنويد ماتر، والثالثه اللازقه بالدماغ نسميها البيا ماتر. هاي البيا يعني حنونه لان لازقه بالدماغ، الدورا يعني جافيه لان صلبه،
هاي فيا البنوس لان بيها خطوط هيك مثل العنكبوت نسميها الراكينويد ماتر الام العنكبوتيه هاي الراكينويد اللي هي بنوس هاي الراكينويد هي اللي فيها الاوعيه الدمويه فمن يرتفع ضغط الدم راح تطق هاي الاوعيه الدمويه وتسوي نزف هنا فنسميه سب الراكينويد هيموريج يجيك صداع اسوأ صداع مر بحياتك هيك يسموه the worst headache ever زين هذا يسميه سب الراكينويد هيموريج هنا صداع خلفي كانما ساعقه ضاربتك يسموه ثندر كلاب هيديك تعرفه سب الراكينويد هيموريج اذا الكومبليكيشن مال الهايبرتنشن اول وحده على الدماغ اما ستروك هايبرتنسيف انكفالوباثي او سب الراكنويد هيموريج سب الراكنويد هيموريج طيب الكومبليكيشن الثاني شباب هي على الرتنه على الشبكيه ونسميها هايبرتنسيف ريتينوباثي هايبرتنسيف ريتينوباثي شنو هي هاي الهايبرتنسيف ريتينوباثي هايبرتنسيف ريتينوباثي شباب يعني ارتفاع ضغط الدم اللي ادى الى مشكله وين بالرتنه بالشبكيه اعتلال الشبكيه يعني اعتلال الشبكيه شنو هو شباب تعرفون هذا الهايبرتنسيف ريتينوباثي بي عده جريدز من اجي انا افحص الرتنه الشبكيه هاي الشبكيه هاي الرتنه ايش راح القى راح القى هنا عندي الاوبتيك ديسك هذا الاوبتيك ديسك كل انسان عنده هنا الاوبتيك ديسك هاي العين من هنا العين اليسار وهاي من هنا العين اليمين شوف الاوبتيك ديسك دائما نيزالي قريب على النوز على الخشم زين هذا خشمك يعني هنا قريب على النوز فدائما من يشوف الاوبتيك ديسك بجهه خليه يشوف وين هاي الجهه صايره هاي دائما يسالكم اياه بالعمل يعطيك صوره وتشوف الاوبتيك ديسك هنا يقول لك هسا هاي عين اليمنى لو اليسرى شوف ايدك صايره مقابل الاوبتيك ديسك هي هاي العين فاذا هسا انا ايدي هاي ايدي نعم ايدي وين صايره مقابل الاوبتيك ديسك يا ايدي اللي صايره مقابل الاوبتيك ديسك اليسرى اذا هاي العين اليسرى شوف سلايد تلقى بالاوبتيك ديسك خلي ايديك اثنيناتهم ايدك وين صايره على عين قل له هي هاي الاوبتيك ديسك هي هاي الليفت اي واضح هنا بتجي بهاي خلي ايديك اثنيناتهم وين صايره الاوبتيك ديسك هذا وين صار مقابل ايدك اليمين قل له هاي رايت اي واضح هيجي خلي ايديك وشوف وين صار الاوبتيك ديسك على هذا الاساس تقدر تحدد طيب هنا هاي نسميه الاوبتيك ديسك ايش راح تلقى بعد؟ راح تلقى بعد هنا عندك منطقه نسميها الفوفيا الفوفيا منطقه داكنه غامضه الماكيولا نصيح لها وبالنص اكو بيها الفوفيا فإذن هاي المنطقة كبيرة أصيح لها ماكيولا ماكيولا غامقة يعني وفوبيا يعني حفرة بالنص هاي النقطة بالنص أسميها هاي النقطة بالنص أسميها فوبيا خوش وش راح ألقى بعد؟ راح ألقى الشرايين والأوردة الرينال آرتري والرينال الرتنال عفوا آرتري والرتنال فينز راح ألقى منها المتفرعات رتنال آرتري ورتنال فينز تمام؟ طيب نعم شباب من أقول هايبرتينسيف ريتينوباثي بيها عدة grades عدة مراحل يعني شنو عدة مراحل أنا أقول لكم أول مرحلة نسميها مرحلة السيلفر وايرينج أو الكبر وايرينج يعني هاي الأوعية الدموية اللي موجودة ببالكم هسه بهاي اللحظة هاي الأوعية الدموية يقوم يترسب بيها كالسيوم لأن شنو قلنا الضغط مال الدم مرتفع تخيلوا هذا الوعاء الدموي من يرتفع الضغط مال الدم هذا الوعاء الدموي حتى ما ينفجر شو يسوي يصلب نفسه حتى يدافع ضد هذا الدم اللي جاي فهنا راح هاي الاوعيه الدمويه شو تسوي تصلب نفسها من تصلب نفسها ايش راح يطلع عندها راح يترسب الكالسيوم هنا والدهون تتاكسد وتترسب هنا فالشريان هذا راح يطلع مثل السيلفر او مثل الكبر يعني مثل الشيء الفضي لان كالسيوم ودهون مؤكسده هنا واضح اذا معنى هايبرتنسيف ريتينوباثي يعني مشاكل بالشبكيه نتيجه ارتفاع الضغط اول جريد اول مشكله من يزداد الضغط الريتينا الفيسل الاوعيه الدمويه يدافعن عن نفسهن
فشو يسوون؟ يزودن الكالسيوم ويزودن الليبيد، يصير فيه تصلب بالشرايين. فالصيره من اباعد المنظومه يقوم يلمعن لابين دهون مؤكسده ويا كالسيوم، كالسيوم معدن ودهون مؤكسده، فتقوم تلمع فتبين مثل السيلفر. فالجريد 1 هاي مطلوب عندكم، ها الجريد 1 هو السيلفر او الكفر وايرنج، يعني نفس الشيء مع اختلاف بسيط معكم على الاقل. الكفر وايرنج يعني هذا يصير مثل واير مال سيلفر مال فضه يلمع، هذا الجريد 1. الجريد 2 يقوم من يعبر الشريان على الوريد، يعني هذا مثلا نفترض هذا شريان او هذا وريد، هذا فين وهذا شريان، من يعبر الشريان على الوريد يصير فيه نيبنج يعني طسه هنا بسبب تصلب الشرايين. فالجريد 2 يصير ارتيريو فينوس نيبنج، نيبنج يعني هذا الوريد ويجي الشريان، زين يجي الشريان، من يجي الشريان بالطبيعي بالنورمال يعبر طبيعي، بس لان هذا الشريان ثقيل متصلب بكالسيوم راح يعقش الوريد اللي جواه، يعني يعصر الوريد اللي جواه. هنا من راح يجي؟ راح يصير هنا عصره بهذا الوريد اللي موجود جوه، راح يتاذى هذا الوريد اللي موجود جوه راح يتاذى، فنسميها ارتيريو فينوس نيبينج. خوش الجريد 3 راح تبدي تطلع عندي المشاكل اللي هي انه الشرايين راح يبدي يصير بيها نزوفات، يعني مثلا هذا الشريان راح يبدي يصير بيه نزف، النزف اما يصير نزف طوالي هذا الشكل، هذا اسميه فليم، فليم شعله، شعله تصير طوالية، فليم هيموريج. لو النزيف لا يكون شنو؟ يكون نزيف هيجي دائري، هذا اسميه دوت او بلوت هيموريج، بلوت هيموريج. فالنزف، النزف اللي هنا برا لو يصير طوالي هذا اسميه فليم، فليم شعله، او يصير دائري اسميه دوت، دوت يعني نقطه، او بلوت اللي هي النقطه الاكبر من عندها. خوش وبعد وممكن القى اكزوديت، اكزوديت يعني شنو؟ يعني هاي الشرايين اللي هنا باديه مرحله واصله مرحله بحيث باديه تتكسر، باديه تتكسر بحيث طالع من عندها شنو؟ الدهون اللي حكينا عليهم، هاي الدهونات طالعه هنا صايره. الدهونات اذا مفتره وصايره كتله كبيره اسميها كوتن وول اكزوديت، يعني مثل قطعة القطن، قطن وول اكزوديت. واذا لا والله هاي الدهونات اللي طالعه طالعه صايره مثل النقاط اللي هوايه، هاي ايش اسميها؟ اسميها هارد اكزوديت، هارد اكزوديت. واضح؟ هذا الجريد الثالث. اذا الجريد الثالث لو يبي هيموريج دم طالع سواء فليم او بلود، لو يبي اكزوديت طالع اللي هو اما كوتن وول او هارد اكزوديت. الجريد الاخير الرابع مال هايبرتنسيف ريتينوباثي نصيح له بابليديما، بابليديما يعني شنو بابليديما؟ بابلو يعني الديسك، هذا الديسك صاير بيه انتفاخ، واضح؟ صاير بيه انتفاخ، تصيح له بابليديما. ذني الاستيجات الاربعه حفظ لو يطلع، لا حفظ، حفظ لعصار ساحة شعبي اللي طلعته ما أخذ شيء أموتكم غير زين. ذني شباب حفظ كلش مهمات، يعني مو بس حفظ هيك، لا كلش مهمات، لأن راح تأخذون بالعيون، راح تأخذون بالباطنية، وراح تأخذون بكل مكان. فذني نلقاهم بالفندوسكوب نسميهم الكلاسيفيكيشن أوف هايبرتنسيف ريتينوباثي. هاي وين ألقاهم؟ ألقاهم بالفندوسكوب، من أفحص، افحص العين بالفندو سكوب. فندو يعني الشبكيه، هي هاي الشبكيه، هاي الرتنه. فندو سكوب يعني سكوب ناظور، اخلي سكوب افحص الفندس اللي هي الشبكيه، فندو سكوب. هسه شباب خلصنا مين؟ خلصنا الكومبليكيشن الثاني اللي هو الهايبرتنسيف ريتينوباثي. هسه نجي يا شباب الكومبليكيشن الثالث اللي هو له علاقه بالكارديو فاسكولار سيستم، واللي هو قلنا اهم واحد بالكومبليكيشن
هو اللي له علاقة بالكارديو باسكولار سيستم، صح؟ طيب شنو هو دكتور؟ يعني ايش راح يصير بالكارديو باسكولار؟ راح نحكيها بشكل ملخص شباب وبعدين نطب التفاصيل. كارديو باسكولار، كارديو باسكولار، كارديو راح يصير فيه مشكلتين والباسكولار هم راح يصير فيه مشكلتين. ها كارديو باسكولار، الكارديو اما راح يصير عندي مشكلة اللي هي LVH left ventricular hypertrophy وراح تؤدي إلى pulmonary edema، أو صار عندي ischemic heart disease. vascular يعني أوعية، الأوعية إما الأوعية المركزية central arterial disease أو الأوعية المحيطية اللي هي peripheral arterial disease. central arterial disease يعني الأيورتا شريان الأبهر، يعني أمراض الأوعية المركزية. بالرفل أرتري ديزيز يعني مشاكل الأوعية المحيطية. طيب هنا شون ضغط الدم يأثر على الهارت؟ ضعوا شباب هنا هذا الهارت، تعرفون الهارت صاير بجهة يمنى وجهة يسرى، راح أرسمه بشكل مبسط. الهارت هنا عندك هذا الجهة اليمنى والجهة اليسرى مع القلب. ها هذا عندك left atrium، هذا left ventricle، هذا right atrium، وهذا right ventricle. left atrium اللي هو الأذين الأيسر، من يجي الدم؟ يجي الدم من اللنج، صحيح؟ من اللنج. يجي الدم بهذا الشكل من هنا ويروح من هنا من left ventricle للبادي عن طريق الأيورتا، صح؟ أوكي. هنا من ركز وياي، من عندي hypertension ارتفاع بضغط الدم. الأيورتا هنا معناها الضغط بي شنو؟ الضغط بي عالي، صح؟ من الضغط اللي موجود بالأيورتا عالي الليف فنتركل راح يواجه صعوبة بضخ الدم إلى الأيورتا، لأن الأيورتا اللي مقابلة الضغط بي عالي، مقاومة عالية، فمن يريد يضخ الدم إليه الليف فنتركل ما راح يقدر، لأن الأيورتا ضغطه كلش عالي، فهذا الليف فنتركل راح يتعب، فعلى مود الليف فنتركل يزود ضغطه ويقوي نفسه اكثر من الايورتا، ايش راح يسوي؟ راح يسوي ليف فنتركولار هايبرتروفي، يروح للجيم يشترك يمه بالقاعه، يقول له اريد اشتراك خاص، يقول له هذا الايورتا الضغط بيه عالي انا اريد اغلبه، فاول جيم شو يسوي؟ يقول له صدق كذي تعال يمرنه، راح شنو؟ راح هذا الهارت عضلاته تكبر. ال في اتش هو مكيف، قال ها اليوم ادمر الايورتا، شنو؟ يعني آني قلب وقلب الدنيا والشعرات تكتب علي تالي متالي يجيني جرد أبهر هيك يسوي بيه؟ والله على علمه. فش راح يسوي هذا الليفنتركل؟ راح يكبر ويسوي LVH، بس هو ما يدري انه هذا الوضع اللي دي يسويه غلط. هنا من راح يكبر الليفنتركل راح تقل الروم مالته، يصير صغيروني من جوه، صحيح هو كبر بالحجم كبر عضلاته، بس الروم اللي هنا المساحة اللي هنا زغرت. فش وقت ما أسمع LVH left ventricular hypertrophy أقول left ventricular hypertrophy يساوي left ventricular failure، فشل عجز بالقلب هذا، لأن هنا الروم زغرت، فهذا left ventricle بدل ما كان ياخذ لترة أو 500 مل قام ياخذ 100 مل، فبعد ما يفيد حتى لو صار قوي، بس كمية الدم اللي دي يستقبلها ودي يطيها كلش قليلة. يعني عندك هذا الليف فنتركل طبيعي يستقبل 500 مل، وهذا الليف فنتركل اللي صار بيه شنو؟ اللي صار بيه هايبرتروفي، هاي المنطقة كلها صار بيها هايبرتروفي، فالنتيجة شنو؟ النتيجة انه بقت فقط هاي هنا، فش قام يستقبل؟ قام يستقبل فالشي كلش صغير زغر، قام يستقبل مثلا 50 مل، فهنا هذا يدفع 500، هذا يدفع شقد؟ 50 مل، فهذا صار بي فيلر. خوش هسه من صار الفيلر، وين صار فيلر؟ هنا من صار الفيلر شباب بعد الدم قام يرجع مين؟ من الليف فنتركل للليفت اتريوم، لان هذا فشل هذا، فالدم قام يجي بعد ما يقدر يمشي لان هذا صغيروني، فاشل هذا الليف فنتركلر. من اقول فاشل يعني شنو فاشل؟ يعني فشل ان يدفع الدم مالته الى الايورتا، يعني كان قبل يستخدم ياخذ 500 مول ويدفعها،
من صار هايبرتروفي قام ياخذ 50 مل ويدفعها. فالبقيه وين راح تتراكم؟ راح تتراكم بالليفت اتريوم. ترجع من الليفت اتريوم وين ترجع؟ لللنج، وتسوي لك بالمينري اديما. فدائما اريدك هيك تحفرها ببالك من تتذكر الال في اتش تتذكر وياها ال في فيلر، وهاي الال تتذكر اللنج. اللنج هاي كلش مهمه، من يصير ليفت سايد هارت فيلر اتذكر اللنج على السريع، لنج اديما. واضح؟ طيب فهاي عرفنا. ريسكينج هارت ديزيز سهل، يعني من صار عندي ارتفاع ضغط الدم، هذا القلب، هذا الشريان اللي يغذي القلب، من ارتفاع ضغط الدم الشرايين هاي صار فيها تصلب مثل ما قلنا على مود تحمي نفسها من هذا الضغط العالي، صار فيها هايبر او اثيروسكلروسيس. من صار اثيروسكلروسيس بالبدايه صارت انجينا، بعدين ازداد التضيق صارت ام اي جلطه قلبيه، وناخذها بالتفصيل هاي. ذن الانجينا والام اي نسميه الاسكيميك هارت ديزيز. اسكيميك يعني انقطاع الدم، فمن سدت هنا انقطع الدم عن القلب. المشاكل اللي تصير بالقلب اما ال في اتش اللي هي ال في فيلر والبالمينري اديما، واما اسكيميك هارت ديزيز. هاي خلصناها. نجي فاسكولار، هو عندي كارديو فاسكولار، من اهم كومبليكيشن هي الكارديو فاسكولار. كارديو عرفناه، فاسكولار كورنري سنترال ارتيريال ديزيز وبريفرال ارتيريال ديزيز. السنترال ارتيريال ديزيز يعني مشاكل بالايورتا. هذا الايورتا اما يتوسع يصير بيه توسع اسميه انيوريزم، واما يصير بيه انشقاق. هذا الايورتا ينشق، ينشق يصير بيه فتحه من هنا بحيث الدم يقوم يعبر من هنا لهنا. زين، يعني مو عندك هذا الايورتا، هذا الايورتا بالطبيعي تصير فتحه هنا ويقوم الدم يعبر منها، هذا اسميه دايسكشن. دايسكشن يعني انقطاع الايورتا، هذا اسميه ايورتيك دايسكشن. ذن المرضين وراح ناخذ ان شاء الله من المحاضرات القادمه، ولهذا هاي المحاضره راح هواي تسهل عليكم لان اساس المحاضرات القادمه. فاذا هذا انيوريزم توسع او دايسكشن. البريفرال ارتريال ديزيز عده امراض راح ناخذها، اللي هي مثلا الانترنت كلاوديكيشن، العرج المتقطع، او كريتيكال ليم اسكيميا. يعني هسه ما يكون علاقه به نهائيا ولا ادخل روحكم به، بعدين راح ناخذه بالتفصيل. واضح شباب؟ اذا هاي الكوميونيكيشن الثالثه اللي هي تتحدث عن الكارديو فاسكولار ديزيز. طيب وعرفنا كارديو اثنين وفاسكولار اثنين، خش. اذا هاي الكوميونيكيشن الثالثه كارديو فاسكولار ديزيز. الكوميونيكيشن الرابعه راح تاثر لي على الكليه. شوف الكليه من يزداد الضغط نفس الشيء، هاي الكليه، هذا الشريان اللي يغذي الكليه، هنا شوي اكو خطوره بالموضوع. شلون؟ من ضغط الدم ازداد الكليه ايش راح تسوي؟ عافيه، راح تحمي نفسها من هذا الضغط، فايش راح تسوي؟ راح تسوي تصلب بالشرايين، ارتريوسكلروسيس. من راح تسوي تصلب بالشرايين راح يقل الدم اللي يوصل للكليه، وقلنا قاعده بالباطنيه شو وقت ما يقل الدم اللي يوصل للكليه شو تسوي الكليه؟ تفعل الراس ميكانزم. فهنا من قل الدم اللي يوصل للكليه فعلت الكليه الراس ميكانزم. الراس ميكانزم زودت الضغط، الضغط من ازداد ورجع سوى تصلب بيها، من رجع سوى تصلب بيها ورجعت فعلت الراس ميكانزم مره ثانيه فزودت الضغط بعد، وهكذا. هذا نسميه هايبرتنسيف نفروباثي. إذن المشكلة الرابعة هي هايبرتنسيف نفروباثي، اعتلال الكلية بسبب الضغط. فصار عندك هايبرتنسيف انكيفالوباثي الدماغ، هايبرتنسيف ريتينوباثي، وهايبرتنسيف نفروباثي. بس النفروباثي خطرة لأن الضغط يؤذي الكلية، الكلية من تتأذى ترفع الضغط، الضغط من يرتفع يؤذي الكلية، وهكذا سايكل تستمر. واضح شباب؟ اذا هاي هي الكومبليكيشن اللي موجودة عندي. وين؟ اللي موجودة عندي بالهايبرتنشن. واضح شباب؟ طيب اذا هسه شباب خلصنا الكوز اوف هايبرتنشن، ديفينيشن اوف هايبرتنشن، كوزز اما برايمري او سكندري، وخذنا الساين والسيمبتوم. الساين والسيمبتوم قلنا وحده من ثلاث، لو اعراض الكوزز مال الهايبرتنشن،
لو اعراض الهايبرتنشن نفسها، لو اعراض مضاعفات الهايبرتنشن. الكوز اوف هايبرتنشن عرفناهن وعرفنا اعراضهن. اعراض الهايبرتنشن قلنا هو اسيمبتوماتيك، والكومبليكيشن اوف هايبرتنشن ايضا عرفناهن اللي هن على البرين، الرتنا، والكارديو باسكولار، والرينال. لهنا يا شباب انتهت زون محاضرتنا. كان ياكم اخوكم دكتور تقي، اتمنى استفاديتوا. في امان الله.